حابة أخذ المركز الأول، بس الحمد لله خذيت المركز الثاني. التواصل الاجتماعي يا جماعة سيف أبو حدين والعاقل جفيرة. يلا هلي رحمتك تغفر خطايا كل تايب، أنت من غيرك يذيل الهم ويغفر الخطية. وأنا جيت المركز الثاني والحمد لله. عاش عبد الهادي البري. أنا ما كنت أتوقع أني أخذ المركز الأول، وكنت أحس أني بأخذ المركز الثاني أو الثالث. لو أصلي باقي سنيني وأصوم وأزهد الدنيا ونفسي طايبة، دون بر الوالدين أبقى محروم، هم رضا ربي وهم سبايبة. أنا كثير فرحانة لدرجة أني ما أقدر أوصف شعوري. يا سالم ألف مبروك المركز الأول. حاسس بفرحة، الحمد لله جبت المركز الأول. مع الحياة الناس مثل الأهلة، تغيب عنها ناس ودونها ناس، ولادمي لو يحسب إنها محلة بضيع عمره ما هو بداري وحاس، إنه يبي يجمع به المال كله وهو بحاجة يجمع ماله الباس.